استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر في قصر الصغير هذا اليوم سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة الذي سلم جلالة الملك المفدى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله تتعلق بدعوة جلالة الملك المفدى حفظه الله لحضور مهرجان الملك عبد العزيز للابل وقد اعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لاخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة. مشيدا عاهل البلاد المفدى بعمق ومتانة العلاقات القوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين. وبما يشهده التنسيق والتعاون الأخوي المشترك بينهما من الطراد النمائي والتقدم في المجالات كافة معربا جلالته عن تقديره واعتزازه بالمواقف المشرفة لأخيه خادم الحرمين الشريفين تجاه مملكة البحرين وشعبها وجهوده حفظه الله في ترسيخ وتوطيد العلاقات البحرينية السعودية ودوره الرائد في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطويرها ونصره قضايا الامه العربيه والاسلاميه مؤكدا جلاله الملك المفدى ان المملكه العربيه السعوديه بقياده خادم الحرمين الشريفين تمثل الركيزه الاساسيه في حفظ امن واستقرار المنطقه وصمام امانها بما بذلته وتبذله من جهود من اجل الدفاع عن المصالح العربيه وحرصها على تماسك ووحده الصف واجتماع الكلمه